جمعة مباركة مشاهدينا الكرام، تقبل الله صلاة ودعاء الجميع. واصلت كتائب القذافي قصفها لمصراتة، وركزت قصفها على منطقة الغيران في محاولة منها لوقف زحف الثوار غربا وفك الحصار على مدينة زليتن والتوجه للمشاركة في تحرير العاصمة. وقد رد الثوار على القصف وأجبروا الكتائب على ترك مواقعهم، كما أفادت الأنباء أن معارك عنيفة تدور قرب جسر زليتن. وجهت مجموعة من ثوار طرابلس في بيان لهم تحذيرات شديدة اللهجة للكتائب الأمنية ومن وصفوهم بأزلام القذافي للكف عن ممارسة الضغط والتعذيب ضد مواطني طرابلس، متواعدين باستهدافهم في حالة ما إذا تعرضوا للمواطنين. أفادت مصادر الثوار في بنغازي أن كتائب القذافي قامت بحرق 15 منزلا في البريغا شرق ليبيا. وقال الثوار إن كل المنازل التي أحرقت تعود ملكيتها لأشخاص يدعمون ثورة 17 من فبراير. من جهة أخرى، قام ثوار كل من الزنتان والرجبان وجادو والرحيبات والريينة قاموا بتحرير منطقة الشقيقة ودحر الكتائب منها، في حين اندلعت اشتباكات عنيفة في كيكلا بين الثوار والكتائب التي فرت عناصرها إلى منطقة لصابعة، بينما تواصل الكتائب قصف المدينة وضواحيها بالصواريخ. اجتمع أكثر من 70 ضابطا وأكثر من 200 جندي في مدينة الرجبان بجبل نافوسة لكي يعلنوا انشقاقهم عن القذافي بلا رجعة، كما أعلنوا انضمامهم إلى ثورة 17 من فبراير وتأييدهم للمجلس الوطني الانتقالي ببنغازي. وفي كلمة ألقاها أحد الضباط، نادى كل ضابط ليبي يعمل تحت إمرة القذافي بالانضمام للثورة لتحرير ليبيا من الكتائب التي ترتكب جرائم القتل ضد الشعب الليبي. وفي مدينة غريان، تؤكد المصادر وقوع انشقاقات واسعة في صفوف كتائب القذافي من ضباط وجنود، ويقول الثوار إنهم قاموا بتشكيل مجلس محلي مؤقت لتسيير شؤون الثوار، كما تم تشكيل المجلس العسكري قبل أسبوعين. قال وزير الخارجية الألماني فيستر فيلي إن عدم مشاركة بلاده في حملة الناتو في ليبيا لا يعني أنها ستتخذ موقف الحياد، مشددا على وقوف ألمانيا مع مطالب الشعب الليبي في نيل حريته وكرامته. جاءت تصريحات الوزير الألماني في مؤتمر صحفي مشترك عقده في برلين مع محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي، والذي يقوم بجولة أوروبية لحشد التأييد الدولي للمجلس الانتقالي. يأتي اللقاء في إطار رغبة الحكومة الألمانية في تعزيز العلاقات مع المجلس. وكان محمود جبريل قد أجرى محادثات في فيينا مع وزير خارجية النمسا، حيث أكد أن إرسال أسلحة إلى الثوار قد يسهم في الإسراع بالإطاحة بنظام القذافي. وردا على سؤال حول إرسال فرنسا لأسلحة للثوار، قال جبريل في مؤتمر صحفي بفيينا إن الأسلحة قد تساعد على تجنب سقوط المزيد من الضحايا، وإن توفر الأسلحة سيجعل الثوار قادرين على كسب المعركة في أسرع وقت وبأقل قدر ممكن من الدماء. هذا وأعلنت فرنسا أمس أنها تقوم بتسليح الثوار في ليبيا. هذا وحثت الصين دول العالم على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بنقل السلاح إلى ليبيا، لكنها لم تصل إلى حد الانتقاد العلني لفرنسا، والتي أصبحت أول دولة في حلف شمال الأطلسي تعترف بتزويد الثوار بالأسلحة للإطاحة بنظام القذافي. فشلت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في مدينة مالابو بغينيا الاستوائية في التوصل إلى موقف مشترك من الأزمة الليبية بسبب إصرار نظام القذافي على عدم مناقشة رحيل القذافي عن السلطة. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان بينغ في ختام اجتماع مغلق عقده القادة الأفارقة على مدى أكثر من ساعتين، قال إن المفاوضات ستستأنف اليوم. وحاول الزعماء الأفارقة الحصول على دعم لخطتهم في جلستهم بحضور وفدين يمثلان الثوار الليبيين ونظام القذافي، وتقضي خطة الطريق التي تقدم بها الاتحاد بوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفترة انتقالية وإجراء إصلاحات ديمقراطية وانتخابات، غير أنها لم توضح بالتفصيل ما سيؤول إليه وضع معمر القذافي. نهاية الموجز، مشاهدينا في أمان الله.